انتهت وزارة الصحة من توزيع 4000 بطاقة ضمان صحي على سكنة منطقة عالي الذين يتلقون الخدمات الطبية بمركز عالي الصحي، ممن تم تسجيلهم ببرنامج اختر طبيبك لتحسين جودة الخدمات العلاجية بالمراكز الصحية، تحقيقا لمجمل أهداف الخطة الوطنية للصحة المندرجة تحت مظلة التسيير الذاتي، والتي تعد من ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي الجديد، السعي إلى خلق علاقة وثيقة بين الطبيب والأسرة بالشكل الذي يتماشى مع المعايير العالمية المتعلقة بنوعية وكفاءة الخدمات المدرجة. مركز عالي الصحي حظي بأن يكون هو الأول من بين المقار الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة في تجربة برنامج اختر طبيبك، كبرنامج شامل يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني. الدكتورة منى التحو مسؤولة مركز عالي الصحي ترى أن تطبيق المشروع سيمكن طبيب العائلة من بقائه على مسافة قريبة من مرضاه والإلمام بمشاكلهم الصحية والعائلية والاجتماعية، متوجها نحو استمرارية تثقيفهم صحيا خصوصا فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية. كل فرد في المجتمع يكون عنده طبيب الخاص اللي يتعالج معه ويواصل معه العلاج ماله بشكل مستمر، بحيث انه هو هاي الطبيب بيكون عارف بحالة المريض وقاعد يتابع معه. احيانا ما يكون كعلاج، يعني احيانا الواحد مو مريض وقاعد يتلقى علاج، وانما احنا معظم النقاط اللي احنا نركز عليها في الرعايه الصحيه الاوليه هي نقاط وقائيه. البطاقه تحتوي على اسم المريض، رقم السكاني، بالاضافه الى الدكتور اللي هو مختاره واللي بيتم معاه لمده سنه كامله يتعالج عنده. طبعا هاي البطاقة هي يمكن تكون بداية أو شيء تعريفي للبطاقات الصحية اللي بيتم إصدارها مع نظام الضمان الصحي الجديد. 4000 بطاقة صحية وزعت على كل مستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، الأمر الذي أعلن من خلاله مباشرة التواصل الحثيث بين الطبيب ومالكي البطاقات الصحية لاستعراض النتائج الطبية مثل الأشعة والمختبر والتذكير بمواعيد الحالات المزمنة والفحوصات الوقائية والعلاجية المتنوعة كفحص اللياقة للعمل وفحص المدارس وفحص ما قبل الزواج وفحص ما بعد الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تقصي الحالات الخاصة بالأمراض المزمنة كفحص السكري وقياس ضغط الدم وفحص الكوليسترول وبعض الفحوصات التي لها علاقة بالعمر والحالة الصحية، ناهيك عن تقديم الإرشادات اللازمة كل حسب حالته ضمن إطار من المعايير العالمية المتعلقة بنوعية وكفاءة الخدمات المدرجة. أصبح الطبيب عند كل أسماء المرضى اللي هم يتبعونه بأرقام الاتصال فيهم، بأعمارهم، بالأمراض المزمنة اللي يشتكون منها، فبالتالي يكون قادر على حسب العمر على حسب الأمراض المزمنة إن هو يقيم مرضى بشكل مباشر. اختر طبيبك مشروع يعتلي سدة أرقى المشاريع المعنية بتقديم أمثل الخدمات الطبية للمحتاجين لها من المرضى الطامحين في رؤية نهج متطور من المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية من قبل طبيب مختص مسؤول على جودة الخدمة المقدمة الموجهة للمدرجين ضمن قائمته، بالشكل الذي سيعزز من روح التنافسية بين الأطباء والممرضين في إبراز كفاءاتهم المهنية ونيل رضا المستفيدين من خدماتهم. تتميز هاي البطاقة باختيار الطبيب طبيب مخصص، شيء ثاني للضمان الصحي. هذه البطاقات علشان أنا أختار الدكتور المناسب والأدوية وصرف الأدوية. هذه عبارة أنت تحصل فائدة لأن أنت دكتورك يعرف إنه وش المرض بالضبط اللي عندك. مشروع يأتي ضمن قافلة مشاريع هادفة وجهت للارتقاء بالقطاع الصحي وتطويره على الوجه الذي يتماشى مع تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للصحة 2016-2025. خطوة صحية تتبع نظام الأخذ بالمشورة الطبية الدائمة عبر جسور من العلاقة المباشرة
بين المريض وبين الطبيب الذي يقع عليه الاختيار في الوقوف على حالة العليل مهما كانت طبيعة دائه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.